وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد محمد يوسف البن فلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين. بعد التحية سيد محمد، في البداية نبارك لكم انضمام مطار البحرين الدولي إلى أعلى ترتيب للمطارات العالمية، ليصبح بذلك ثالث مطار على مستوى الشرق الأوسط يحصل على تصنيف الخمس نجوم. ما هي المعايير التي اتبعتها شركة سكاي تراكس في تقييمها لمطار البحرين الدولي؟ مرحبا أختي وشكرا على الاستضافة. في البداية أحب أن أرفع هذا الإنجاز المرموق إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفضى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، عرفانا وولاء لما حظى به مشروع تطوير مطار البحرين الدولي من دعم لا محدود ومتابعة مستمرة، مما شكل دافعا وحافزا لكل العاملين في شركة مطار البحرين والشركاء الاستراتيجيين ومقدمي الخدمات للوصول إلى هذا المستوى العالمي. نعم. كما لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين وإلى مجلس إدارة الشركة على متابعتهم المستمرة ودعمهم الكبير خلال فترة إنجاز مبنى المسافرين الجديد والمشاريع الأخرى المصاحبة. بالتأكيد لا أنسى موظفي وموظفات مطار البحرين الدولي جميعا الذين يعملون وبجد وروح الفريق الواحد فريق البحرين بكل كلل أو ملل منذ بدء المشروع وحتى اللحظة، والواقع تحول إلى ريادة، فهنيئا لمملكة البحرين هذا الإنجاز. قبل الحديث عن المعايير والمراحل التي خضع لها مطار البحرين الدولي، لابد من الإشارة إلى أن شركة سكاي تراكس هي شركة متخصصة في مجال النقل الجوي، تقدم خدمات تدقيق ومقارنة الجودة وتصنيف المطارات وشركات الطيران منذ عام 1989، مما يجعلها إحدى الشركات المرموقة في التدقيق على أداء المطارات وشركات الطيران. وبعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مبنى المسافرين الجديد ونقل العمليات العام الماضي، تم التعاقد مع هذه الشركة لإجراء تقييم للمبنى وكافة نقاط الاتصال مع المسافرين، وبعد ترتيبات شاملة وفترة تقييم ذاتي للأداء تلتها ثلاثة أيام من التدقيق الفعلي المكثف، حصل المطار بجدارة على تصنيف مطار خمس نجوم، وذلك بفضل هندسته المعمارية، بنيته التحتية القوية، وتقنياته المتقدمة، وتجربة السفر عالية المستوى التي يقدمها. خلال أيام ثلاثة اختبر المدققون في زيارة فعلية للمطار كل نقطة اتصال تؤثر على تجربة المسافرين، مثل مناطق انتظار السيارات، النقل العام، الموقع الإلكتروني للمطار، تطبيق الهاتف المحمول، التفتيش الأمني، مراقبة جوازات السفر، خدمات المسافرين الأساسية، الأسواق الحرة، محلات الأطعمة والمشروبات، واستلام الأمتعة، وحللوا بدقة كل جوانب الخدمة المقدمة في تلك النقاط وإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات ومستوى راحة المسافرين، بالإضافة إلى استخدام 800 معيار تقريبا خضعت للتقييم بطريقة تفصيلية، بالإضافة إلى تدابير مكافحة فيروس كورونا، والذي على أثره حصل مطار البحرين في وقت سابق على تصنيف مطار خمس نجوم في مكافحة كوفيد-19. نعم السيد محمد يوسف البن فلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.